كم كي بدمعو سبابي فوطو مشاكيني سبابي الناس اللي تلاقيني وطول شكيلي سبابي الخوف اللي راكب يصبح وليلي سبابي الطريق اللي كتبان ليا مصابة. كل هذه الوقائع صحيحة 100% وحقيقية، ولكن لن أذكر لا أسماء الأشخاص ولا المدن التي يوجدون فيها ولا أي جنسياتهم. لماذا؟ ليس هدفنا الأشخاص، ليس هدفنا أن نعرف من، هدفنا هو أن نعرف هذه الوقائع لكي يعني نستفيد منها، لكي إذا كانت فيها مثلا في بعض الأحيان سوف أحكي لكم قصة شخص كيف تم طرده من الجامعة، صحيح شخص كيف دخل إلى السجن، شخص مثلا كيف نجح في روسيا وعمل مشروعه، شخص مثلا كيف يعني نجح في الدراسة بامتياز، شخص كيف مثلا خطوة خطوة كيف وصل إلى حصوله على جنسية روسية. كل فيديو إن شاء الله سوف أحكي لكم قصة كلها حقيقية ليست من خيالي، والمهم أن تكون العبرة. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أحكي لكم القصة الأولى، وهي لصديق لي عربي يعني طالب في روسيا، ما الغلط الذي قام به بحيث أوصله إلى أن يتم طرده من الجامعة وتضيع له تلك الثلاث سنوات تقريبا التي درسها هنا. نبدأ هذا الفيديو إن شاء الله بعد هذا الانترو. السلام عليكم. يعني الشخص الذي سوف أتحدث عليكم، يعني سوف أروي لكم قصته اليوم، طالب عربي كان يدرس في روسيا يعني تقريبا من 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف. يحكي لي قصته، يقول كان يدرس بشكل عادي جدا، أموره عادية، فاهم يعني شخص مهتم بدراسته وكذا. يعني في بعض الأحيان خصوصا يعني هو كان يدرس طب، نحن نعرف هنا في روسيا أغلب الأشخاص الذين يدرسون الطب يأتون من أسر غنية قليلا، فاهم يعني أسرهم يعني ترسل لهم الكثير من المال لي يعني يعيشوا حياة يعني حياة رفاهية نوعا ما، فاهم. لكن المشكل عندما يكثر المال، يكثر المال تساوي كثرة المشاكل. إذا لم يكن الشاب يعني عارف ما الذي يفعله ويعني لديه نضج في عقله وفي شخصيته، بسهولة سوف يعني يتجه نحو الطريق اليسار في روسيا. ماذا فعل هذا الشخص؟ يعني لن نتحدث عن ماضيه أو أي شيء آخر، لا يهمنا، يهمنا تلك الواقعة التي تسببت له في المشاكل. في أحد الأمسيات، أعتقد يوم السبت، قال لي اكترى سيارة، ذهب إلى سيارة كراء يعني السيارة إلى شركة كراء السيارات واكترى سيارة لمدة يوم واحد تقريبا ب5000 أو قليلا يعني 5000 روبل تقريبا، سيارة يعني سريعة رياضية سريعة. وذهب واتصل بصديق له، قال له هيا معي لنأخذ جولة في المدينة، المدينة كبيرة لا داعي لذكر اسم المدينة. راحوا فجأة، يعني أنت عارف يعني شخص يعني عمره فقط حوالي 21 سنة، يعني تلك يعني الدافعية وتلك فاهم، بدأ يسوق السيارة بقوة، فاهم، بسرعة وسط المدينة وكذا. فجأة بدأ بخروجه من المدينة، يعني حيث الشوارع يعني أكبر والشوارع أوسع، فزاد في سرعة سيارته، فاهم. وصل إلى أحد الأماكن ونزل واشترى يعني زجاجتين بيرة هو وصديقه، فشربوا الخمر قليلا. وهنا في روسيا خطير جدا 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 أن تسوق السيارة وأنت يعني سكران، يعني في القانون، فاهم، هناك عقوبة كبيرة جدا. أنا أعرف روس لا يستطيعون قيادة السيارة بعد شربهم الخمر، فاهم، أنه أصلا نحن نعرف أن هذا الموضوع يعني خطير، يمكن بسرعة أن تؤدي بك إلى يعني إلى حادثة سير. ورغم ذلك القانون، فاهم، يعني من حق الشرطي إذا أوقفك أن يعمل لك تيست بسيط لكي يعرف هل أنت يعني إذا شك أنك سكران ويعمل كذلك التست لكي يعرف هل أنت سكران أم لا. المهم بعد شربه من القنينتين ذهبوا يعني استمروا في الطريق وازدادت سرعة ذلك الشاب، وصل إلى الخط الأحمر يعني علامة المرور الحمراء. ماذا يجب عليه أن يفعل؟ يجب أن يقف. هو لم يقف،
فاهم؟ وفقط لاحظ أن الطريق أمامه يعني فارغة، ويظن أنه لا يوجد شرطة أو أي شيء، بل بالعكس في روسيا أي مكان فيه كاميرات، أي مكان مراقب، خصوصا الشوارع العامة. مباشرة بعد تجاوزه للخط الأحمر تبعته الشرطة من حيث لا يدري، فجأة وجد الشرطة تتبعه في الطريق. يحكي لي أنه عندما وجد الشرطة وهي تعمل له ذلك الصوت لكي يوقف، هو خاف، يعني عرف أن موضوع، عرف أنه شارب خمر، وأنه يعني إذا مسك أمره سوف يعني سوف يقع في ورطة كبيرة. ماذا فعل؟ زاد في سرعة سيارته فهارب، يعني هو يسرع والشرطة تتبعه من الوراء. لكن يحكي لي بعد دقائق قليلة جدا، بعدما خاف لا يعرف ماذا يفعل، وقف بالسيارة في مكان، يعني جنب، يحكي لي جنب تقريبا مكان فيه الكثير من الأشجار وكذا. وعندما أوقف السيارة خرج من السيارة هو وصديقه في نفس الوقت وهرب. طبعا الشرطة نزلت كذلك من السيارة وتابعتهما، يعني السيارة هي التي أصلا مجرد يعني سيارة كراء، يعني فاهم. الشرطة تبعتهما فأمسكت فقط ذلك الشاب الذي كان فقط معه في السيارة، فاهم، وأما الطالب الآخر فقد هرب. يعني الطالب الآخر يعني فقط كان معه في السيارة، لم يفعل أي شيء، لم يفعل أي غلط. لكن عندما مسكته الشرطة كما يحكي لي ذلك الشاب، بما أن الآخر هرب، مسكت الشرطة وقالت وكتبت في التقرير أن ذلك الصديق، يعني صديقه اللي كان جنبه، هو الذي كان يسوق السيارة، فاهم، لكي يحملوه جميع تلك المسؤولية، فاهم. ذهبت يعني فذهبوا بالسيارة كذا التي أيضا يعني كما قلنا فقط سيارة كراء، ذهبوا بها إلى يعني المركز، وذهبوا كذلك بذلك الشخص. الشخص الآخر هرب، حيث أنه بعد ذلك يعني رجع إلى السكن الجامعي، لكن الجامعة عرفت بالموضوع. طبعا أي شيء يحدث يعني بما أنك يعني أجنبي، فخصوصا طالب، سوف يتكلمون وتخبر الشرطة الجامعة، فاهم. وبعد التحريات وكذا، وبعد ذلك رغم أن التقرير مكتوب فيه أن ذلك الشخص الذي الصديق هو الذي كان يسوق السيارة، يعني بعد منادات الجامعة لذلك الطالب يعني أكد لهم أنه لم يكن يسوق السيارة، خصوصا كما يحكي لي ذلك الطالب أنه لم تكن لديه رخصة سياقة. يحكي لهم كيف سأسوق وأنا أصلا لا أعرف كيف أسوق السيارة. ماذا حدث؟ الجامعة علمت بالموضوع، وكذلك تلك الشركة اللعينة التي اكترى منها السيارة عرفت بالموضوع، فهم؟ هنا كما قلت لكم في روسيا، عندما مثل كما قلت لكم مثال الماضي، عندما تسقط البقرة ويأتي الناس لكي يأكلوا منها، هنا كذلك ماذا يحدث في روسيا؟ عندما يسقط شخص في مشكل لن تجد شخص يساعدك، ستجد العديد من الأشخاص يظهرون من الخفاء لكي يحاولوا أن يمتصوا منك المال، فهم؟ تم إمساك الطالب الآخر. فماذا حصل للصديق؟ الصديق الذي لم يفعل أي شيء، كانت من الصدفة أن الفيزا الخاصة به، يعني الفيزا الدراسية، قاربت على الانتهاء. يعني هنا في روسيا في القانون، إذا لديك الفيزا مثلا ستنتهي في مثلا 30 شهر 8 مثلا، يجب أن تقدم أوراقك للجامعة على الأقل قبل 35 يوم. ذلك الشخص يحكي لي أن صديقه قدم أوراقه للجامعة قبل تقريبا 45 يوم، ولكن بسبب ذلك المشكل الذي جلب للجامعة لم تقدم تلك الجامعة أوراقه إلى الشرطة. وعندما تجاوز ذلك الوقت أعطوه جواز سفره، عد إلى بلادك، ارجع إلى بلادك، وبعد ذلك سوف نرسل لك الدعوة لكي تأتي من جديد. إذا لم تقدم أوراقك على الأقل قبل 35 يوم لتسجيل الفيزا، في القانون الروسي يجب أن تعود إلى بلدك، وبعد ذلك ترسل لك الجامعة دعوة جديدة وتأتي من جديد يعني بعد 40 يوم تقريبا، ولكي يعملوا لك فيزا جديد. هذا موجود يعني في هذا القانون. بينما ذلك الطالب يحكي عندما ذهب إلى بلاده لم ترسل له الجامعة الدعوة. ماذا قالوا له؟ قالوا له تعال السنة القادمة وسوف نرسلك الدعوة لكي تعيد هذه السنة التي هو درس فيها النصف، فهم؟ ضاعت هباء منثورا. قالوا فقط أنت سنعاقبك بهذه الطريقة، يعني هذه السنة الأخيرة سوف تكررها،
رغم أنه ناجح في المواد، فاهم؟ يعني كعقوبة له. أما الشخص الثاني قامت الجامعة بفصله مباشرة، فاهم؟ بهذا الغلط. لماذا؟ لماذا كده أحكي لكم هذه القصة؟ انظروا إلى المشاكل، يعني لكي تتجنبوا هذه المشاكل ولكي تروا هذه المشاكل أين تؤدي، فاهم؟ الجامعات الروسية تهتم بالطلبة، تدرسك جيدا، فاهم؟ إذا حصل لك مشكل ليس أن تفعل أنت مشكل، فرق ما بين أن يحدث لك مشكل وبين أن تفعل المشكل. إذا حصل لك مشكل بينما أنت لم تفعل أي شيء، مثلا اعتدى عليك شخص أو سرقك شخص أو شيء ما، الجامعة تدافع عنك، الجامعة تأخذ لك حقك، بينما الجامعة تكره من الأشخاص الذين هم من يفعلون المشاكل. أي شخص يزيد المشاكل للجامعة خصوصا الشرطة تطرده الجامعة مباشرة، الجامعات يكرهون مثل هؤلاء الطلبة. لهذا أنا سوف يعني قررت أن أعطيكم هذه السلسلة لكي أنتم تتجنبوا هذه، يعني تستفيدوا وتتجنبوا هذه المشاكل. قلت لكم أولا الجامعة تم فصله من الجامعة مباشرة من قبل الإدارة. ثانيا المشكل كبير، جاءت تلك الشركة التي اكترى منها السيارة، فاهم؟ هنا من حق الشركة بما أن السيارة ذهبت إلى، يعني أخذتها الشرطة إلى المكان الذي يضعون فيه السيارات، من حق الشركة أن تطلب قدر معين من المال كتعويض، فاهم؟ بما أن السيارة بقت هناك أعتقد يومين أو ثلاث أيام لا أدري، يعني تعويض، يعني هذا هو القانون، فاهم؟ يعني كل شيء يمشي بالقانون، يعني من حق الجامعة أن تطلب فقط بتعويض، تعويض عن الضرر. بينما ماذا فعلت تلك الشركات؟ وماذا يفعل كذلك العديد من الشركات هنا؟ يستغلون جهل الأجانب بالقوانين، فاهم؟ خصوصا بما أن تلك الجامعة رأت أن ذلك الطالب يعني ليس روسي، طبعا لا يعرف القوانين، قالت له يجب أن تدفع لنا حوالي 120 ألف روبل مقابل أن، وإلا سوف نذهب إلى المحكمة ونرفع عليك قضية، فاهم؟ ذلك الطالب طبعا مسكه الكثير جدا من الخوف، لا يدري ماذا يفعل، فاهم؟ بدأ يفكر أن يخبر أبوه لكي يرسل له هذا المبلغ لكي لا ترفع عليه هذه الشركة هذه الدعوة، يعني في المحكمة. ماذا يجب على ذلك الطالب أن يفعل في هذا الاسم؟ وهذه النصيحة التي كنت قد نصحته إياه، قلت له فقط بما أنك متأكد تماما أنك أنت من كان يسوق السيارة ليس صديقك، فهم؟ لأن تلك الشركة هددته أنها سترفع عنه الدعوة بأنه قد أعطى لصديقي أن يسوق السيارة رغم أن صديقه ليست لديه يعني رخصة السياقة، فهم؟ هذا هو التهديد الذي قدمت له الجامعة، تلك الشركة. أنا نصحته أن يذهب إلى محامي سوف يعطيه حوالي 15 ألف روبل، 10 ألف روبل، 20 ألف روبل على أكثر تقدير، على حسب يعني خطورة الوضعية. وبما أنه لديه دلائل، فاهم؟ درجة أنه قال لي لدي كانت الكاميرا في السيارة التي يعني تصورت أنه هو فقط من كان يسوق السيارة. وقلت له سوف تذهب وتأخذ تلك الدلائل إلى المحامي وستترك المحامي هو من يدافع عليك، مكان أن تدفع أنت 120 ألف روبل إلى تلك الشركة ستدفع فقط حوالي 15 ألف روبل أو 10 آلاف، يعني حسب اتفاقك مع المحامي، وستحل المشكلة. هذا ما حدث وهذا ما فعل ذلك، يعني استمع نصيحة ذلك الطالب وذهب عند محامي. وعندما لاحظ يحكي لي عندما أخبر تلك الشركة أنه سوف يعمل محامي، قال لا يعني قال لي تلك الشركة اذهبي وارفعي عليه دعوة، أنا لدي الدلائل وسوف أذهب المحامي. تخيل معي مباشرة في اليوم التالي، يعني اليوم مثلا كانت تقول له تلك الشركة سوف تدفع 120 ألف روبل لنا وإلا سوف نشتكي بك إلى المحكمة. في اليوم التاني قالت له خلاص تعال يعني نتفق بيننا بدون محاكم وكذا، يعطينا فقط 50 ألف روبل. تخيل معي يعني 70 ألف روبل شالوها من الثمن في يوم واحد، لكي تكتشف خبث هؤلاء الشركات، فاهم؟ قال لي ماذا أفعل؟ قلت له استمر في أن تفعل الشيء الذي قلته لك. قال لهم لا سوف أفعل فقط أن أذهب إلى المحامي ويعني يحل المسألة بيني وبينكم. اليوم الثالث قالت له خلاص ادفع لنا فقط 20 ألف روبل وسوف نسمح لك.
وهذا الطالب يعني بما أنه رأى أنه أصلا سوف يدفع للمحامي حوالي 20,000 روبل، قال لي أن المسألة يعني ستأخذ وقت، يعني أنتم تعرفون يعني أي مشكل في المحكمة يأخذ وقت، كل جلسة يكون له يعني فترة ما بين الجلسات إلى غير ذلك. فقرر أن يعطي تلك الشركة فقط 20,000 روبل وحل المشكل الخاص معه بتلك الشركة. ولكن المشكل الكبير الذي وضع فيه نفسه فقط بسبب هذه المشكل تسبب لنفسه بالفصل من الجامعة. لا أدري بعد ذلك هل عاد إلى بلاده أم فقط غير الجامعة، صراحة لا أدري ماذا فعل بين ذلك. وليس هذا هو هدفنا، هدفنا هو أن نعرف هذه الأخطاء التي وقع فيها لكي نتجنبها نحن، خصوصا الطالب الآخر الذي لم يفعل أي غلط فقط بسبب رفقة السوء. فاهم أنه مثلا بما أنه يعرف أن ذلك الصديق يشرب الخمر، وأنه يعني يعرف أنه سوف يشربان الخمر في أثناء سياقتهم السيارة ويعرف نتيجة ذلك، لو لم يكن مع هذا الصديق كان لن يعني لم يكن سيحدث له كل هذا المشكل. فاهم يعني غلط بسيط. هذا دوما أتكلم عن يجب على الطالب خصوصا في روسيا أن يختار أصدقائه بعناية وأن يفكر في عواقب الأفعال التي يقوم بها. فاهم قبل أن تفعل أي شيء أنت كطالب في روسيا فكر عن العواقب، هل يمكن أن يحصل مشكل أو لا. وكذلك كما أقول دوما إذا يجب أن تضع يعني أمام عينيك دائما والديك. فاهم دائما والديك، والديك يتعبان جدا لكي يرسلان لك مصروف المعيشة وكذلك مصروف الدراسة، ثمن الدراسة مبالغ كبيرة جدا. فاهم يعني على الأقل فكر لهما قبل أن تفكر لنفسك. فاهم أنا عارف لأننا يعني أغلب الطلبة هنا يعني صغيرون في السن، يكون نضجهم ليس كامل. فاهم لهذا على الأقل فكر لوالديك، فكر لأمك، فكر لماذا يحدث مثلا مثل هذا الطالب الذي ضاعت له 3 سنوات هباء منثورا. كل ذلك يعني أقل شيء كان يحكي لي، خصوصا أنه من أسرة يعني ثرية نوعا ما، يعني أقل شيء كانوا أهله ينفقون عليه حوالي 10,000 دولار كل سنة، يعني أكثر من 30,000 دولار في 3 سنين ضاعت بسبب هذا المشكل الذي وضع نفسه فيه. الجامعات كما حكيت لكم يحبون الطالب المجتهد، يحبون الطالب الذي يعملون لا يعمل مشاكل، يساعدونك يعني يحلون إذا وقع لك مشكل ليس أنت من فعله. فاهم بينما الطلاب الذين يجلبون المشاكل، إذا كنت تعرف نفسك أنك شخص يجلب المشاكل لنفسك وللآخرين لا تأتي إلى روسيا. فاهم لكي لا تقع يوما ما في أحد هذه المشاكل. الفيديو انتهى هنا، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو، ونراكم إن شاء الله في فيديو قادم وقصة جديدة حقيقية في فيديو القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.